نتحدث عن بعض ما جاء في القرآن من خطورة الشيطان. الشيطان يحب أن تكشف العورات، ولذلك يتنبأ في مثل هذا الزمن مع هذه الوسائل كشفت العورات، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. العورة السوءة، لأن الإنسان يسوء أن تكشف عورته في كل زمان، وقد عظم في مثل هذا الزمن. فوسوس لهما الشيطان ليبدي، اللام للتعليل، من أجل، وقد قيل من أنها للعاقبة، لأنه لا يدري ما يكون من وسوسته مما يجري لهما، لكن هذا له وجه. يحب الشيطان أن تكشف العورة،